السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا مرحبا وسهلا بكم في هذه الحلقة، واللي إن شاء الله نتمنى أنها تكون حلقة خفيفة الظل بما أن اليوم الجمعة، وإن شاء الله تكون راح تكون هناك فقرة دينية مع الشيخ عايض القحطاني، وأيضا راح نسترجع لكم الأحداث الجميلة اللي كانت في الأسبوع اللي طاف. نعم، يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع من ترحيب اللي راح نقدمه لكم الليلة إن شاء الله بإذن الله. الليلة راح نسترجع وياكم أبرز الفعاليات اللي شهدتها أيام العيد وأجواء الفرح والبهجة اللي رافقتها. وفي فقراتنا الدينية اليوم الجمعة نستضيف الداعية عايش القحطاني اللي بيكلمنا عن كيفية المواظبة على عباداتنا اللي اعتدنا عليها طوال شهر الصيام. طبعا مشاهدينا، ومع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، استعد الموظفين للعودة لأعمالهم وانشغالهم. فريق عمل قناة الريان قام بجولة وعد لنا هذا الانطباع. طبعا إجازة العيد كانت إجازة يعني فترة معقولة، عرفت يعني ما يقارب 10 أيام 11 يوم، أعتقد هذه فترة معقولة أن الواحد ممكن أنه يعني يريح شوي من بعد الدوام، خاصة بعد رمضان كان شوي يعني الدوام مع رمضان تعب شوي، يقدر واحد أنه يسافر يعني خلال فترة إجازة العيد هذه، عرفت يعني فترة كافية حتى الواحد يقدر يسافر ويرجع، وأكيد يعني ما يعني فترة معقولة أن الواحد حتى يستعد للدوام من بعد الإجازة يعني. والله الحمد لله، احنا لسه جايين من بريطانيا كان ندرس هناك، اخذنا اجازه حلوه، فالحمد لله ان شاء الله الحين جاهزين لها، وان شاء الله راح نرجع مره ثانيه بطاقه ونشاط مره ثانيه للدراسه وللدوام مره ثانيه ان شاء الله. بعد اجازه العيد طبعا اتوقع ان الاجازه كفت ووفت، وبعد ما تجمعوا الاهل والاقارب في اجازه العيد وفرحه الاطفال، اتوقع ان الكل بيكون يعني مستعد استعداد كلي لبشره العمل. طبعا العيد بجمعه الاهل والاصحاب والاقارب انبسطنا معهم كثير من طلعات يعني وتجمعات عزايم بالعشاء يعني والمشاور الحلوه. يعني اجازه العيد تضيف لك طاقه جديده حتى انك تستقبل عملك بروح طيبه، وان شاء الله الاداء بيكون طيب وانتاجيات حلوه. الحمد لله كانت إجازة العيد واجد طويلة، والحمد لله بروح دواماتنا وإحنا مرتاحين والمعنويات عالية أكيد ومستانسين، وكانت إجازة واجد حلوة واستانسنا فيها، وبنكون إن شاء الله يوم الأحد نروح الدوامات وإحنا في قمة الهمة والنشاط، والحمد لله رب العالمين. خالد، أجواء جميلة كانت في أيام عيد الفطر السعيد، وما شاء الله السنة هذه يعني الإجازة كانت طويلة والكل كنت في إجازة في العيد؟ احنا تعرف احنا بالعكس في المواسم وفي الإجازات وفي المناسبات الجميلة بالعكس يزيد الضغط عندنا، نعم، فأعتقد أن العمل إن شاء الله في هذه المناسبات أيضا جميل. نعم أكيد أكيد، خاصة احنا نتواصل مع مشاهدينا ومع جمهورنا. نعم، ونكون معهم في جميع المناسبات. نعم. أعزائي المشاهدين، بعدما أعدنا إلى حياتنا كما كانت قبل رمضان المبارك، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاح الدائم، ووجهنا ألا ننقطع عن العبادة ما حيينا. كيف نحافظ على العبادة بعد رمضان، وهل سنواظب على عباداتنا اللي اعتدنا عليها طوال شهر الصيام؟ أمور بنناقشها مع الداعية عايش القحطاني. حياك الله شيخ عايش، ويا مرحبا ومسهلا بك في برنامج ترحيب، وطبعا أنت راعي محل نطلب غريب على ترحيب وعلى قناة الريان. الله يرحم والديك، وهذه قناتنا، وجزاكم الله خير، ومرحبا بكم وبضيوفكم ومشاهديكم الكرام جميعا. الله يجزاك خير يا شيخ عايش، واحنا صراحة نتشرف بوجودك معنا اليوم. الله يرحمه. وفي البداية ودنا يعني تعطينا شلون المؤمن يقدر يحافظ على عباداته ما بعد رمضان، يمكن نشوف في رمضان العبادات تكون مكثفة. نعم. وتنقطع مرة واحدة بعد رمضان. هذا هو. والله ان شاء الله ما تنقطع يعني تخف احنا نتمنى انها ما تنقطع، ولا نقدر نقول حق الناس كونوا في رمضان في غير رمضان مثل رمضان، لان هذا معروف الانسان يفطر بعد العباده يتعب، لكن الناس تختلف، في ناس رمضان وغير رمضان عنده سوء،
الجهد عنده دائم لأنه في اتصال مع رب العالمين بشكل دائم. الناس تجتهد في رمضان لأن الأجور مضاعفة، الأجور كبيرة، لكن يصيدها فتور بعد رمضان، أو بعضهم يكونون من الرمضانيين مثل ما قلنا في حلقة سابقة. إذا كان في رمضان يعبد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الصيام والقيام والقرآن، إذا خلص رمضان كأن العبادات خلاص ما يحتاجها ولا يؤديها. ومثل ما تشوفون يعني المساجد كانت تعج بالناس في رمضان، لكن بعد رمضان يمكن تلقى صف أو صفين. فإحنا نقول للناس ولأنفسنا قبل الناس إن رب رمضان هو رب شعبان، رب رجب، رب شوال، رب الأشهر كلها، وهو موجود دائما. وما نقول لكم عبدوا الله سبحانه وتعالى مثل ما كنتم في رمضان، لا، نقول اللي عنده عادة عنده عبادة حسنة يواظب عليها، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. يعني حتى لو كان عندك عمل بسيط، قيام ليل بسيط، قراءة قرآن بسيطة، صلاة، داوم عليها ولا تقطعها بالمرة، فتقطع الحبل هذا بينك وبين رب العالمين، داوم على هذا العمل. لذلك النووي قال: من أصاب منكم عملا فلا يتركه، فلا يقطعه، وليأخذ منه ولو اليسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كلفتكم بشيء بأمر يعني فافعلوا منه ما تطيقون. يعني سو اللي تقدر عليه، بس لا تقطع الحبل بينك وبين رب العالمين. احنا اجتهدنا في رمضان، علينا بعد رمضان أن نواصل، لأن أهل العلم قالوا من علامات قبول العمل والتوفيق فيه أن يوفقك الله للطاعة بعد الطاعة. فتلاحظ على نفسك أن أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، تشتاق للمسجد، تشتاق للقيام، تشتاق للصلاة، تحرص عليها. يجب أن يكون هذا الهم مع الإنسان بشكل دائم. يعني شوف أحد الصالحين لما سئل في ليلة العيد، في ليلة العيد سألوه: ما الذي تتمناه؟ قال: أتمنى أن ينفرج لي عن قلبي فأنظر ماذا فعل الصيام فيه، وماذا فعل القرآن فيه، وماذا فعل القيام فيه. هذا كان الهم الأوحد عندهم. فإحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من ينتهي عمل نبدأ فيه في الاستغفار، ونجتهد في العمل من بعد هذا العمل. فالحج ينتهي بالاستغفار، الصلاة تنتهي بالاستغفار، الصيام ينتهي بالاستغفار، حتى كفارة المجلس تنتهي بالاستغفار. فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونسأله القبول، ونجتهد من جديد حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ما نوقف عن العبادة أو الطاعة. مثل ما قلت شيخ عائش، أنه يعني أو الفكرة أن قليل مستمر خير من كثير منقطع. يعني حتى الصدقة مثلا بعد رمضان لو تصدق كل يوم بريال، القيام الليل لو ركعتين ولا ثلاث ركعات في اليوم، هذه كلها من الأمور اللي يعني أنت تكتب من أصحاب هذا العمل عند رب العالمين إذا داومت عليه ولو باليسير. طيب الشيخ، طبعا أنا أعلم أن بعد رمضان العيد، وبعد العيد أو في أي أثناء أيام العيد يبدأ الكثير من الناس بصيام الست من شوال، بعضهم يمكن يبدأ من ثاني أيام العيد، والكثير منهم جزاه الله خير أكيد انتهى من صيام هذه الأيام، ونهنيه طبعا على صيامه والله يتقبل منه ومنهم صالح الأعمال. ويمكن الباقي لم ينتهي من الصيام، وبعضهم يعاني مشكلة الانقطاع، يصوم يوم ويتم فترة وثم يصوم. حتى واحد منهم أمس كان يسولف علي يقول لي: أنا صمت 3 أيام متواصلة، وبعدين في اليوم الرابع جاتني سفرة فجأة، وسافرت وأفطرت ورجعت حاولت أكمل، يقول كل يوم أتردد، فبقي لي تقريبا 2 أو 3 أيام. فش الطريقة اللي تشوفها مناسبة لصيام الست من شوال بحيث أنها تكون سلسة وسهلة، وفي نفس الوقت الواحد ينتهي منها بسرعة؟ والله هو طبعا الشرع أباح للإنسان، لأن طبعا صيام الست من شوال سنة مستحبة. نعم. فالإنسان يستطيع أن يصومها على التوالي، ويستطيع أن يصومها متقطعة حسب ظروفه. كل إنسان عنده ظروفه المعينة، في ناس عنده دوام، في ناس عنده شغل، في ناس يصوم، وعنده شهر، مجال شهر كامل، وعنده مجال مفتوح شهر. في بعضهم يحب يصومها مع الأيام البيض، مع الاثنين والخميس، حتى يجتمع له الأجر. لكن الستة من شوال دائما نحرص أن نسارع فيها عساس الأجر، وعساس ما يروح علينا الشهر. في ناس يصومها من ثاني يوم، لكن لو صامها متقطعة ما عليه شيء ولا يأثم. وبعض أهل العلم قال حتى ما تصام مع الست من شوال، تصام بنفسها، إما متقطعة وإما مجتمعة، ما يدخل فيها يعني عمل معها عمل آخر. هذا قول بعض أهل العلم. وإيش فضلها يا شيخ عائش؟ فضلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال
كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كلها. الدهر هنا يعني العام. عملية حسابية الظاهر. إيه طبعا هي شلون تكون حسابية؟ أنت تصوم شهر اضربها في عشرة دائما. عشرة شهور. عشرة شهور. عشرة شهور. وتصوم شهرين اضربها في عشرة 60 يوم. نعم. فتكون صمت العام كله وزيادة. بعض الناس يحسبها بالعام ست أيام في عشرة ستين يوم شهرين. نعم. فتكون صمت 12 شهر سنة. تجد أجر الصيام والقيام. والناس والنازم الناس تعرف أن هذا الحساب يكون بالسنة القمرية مش بالميلادية بالهجرية. نعم. فالسنة الهجرية 354 يوم تقريبا، اما الهجريه تعرف 365 تكون كبيسه او بسيطه. فكل سنه انا اصوم رمضان وسته من شوال كاني صمت 12 شهر. نعم. كامل. فكل سنه انا اكرر هذا الشيء. فمن هنا جاء الحديث انا كما كان صام الدهر فيكون صام العام كامل. ويكتب له ايضا، يكفي ان الانسان اذا صام يوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا اللي يصوم يوم تطوع في سبيل الله، ما بالك باللي يكون محسوب له الصيام السنه كامله وصايم. هذا فضل من رب العالمين. نعم نعم. شيخ عايش، يمكن في عندك صيام يعني رمضان وست ايام من شوال، وبعدها يصير عندنا صيام النوافل بقيه ايام السنه، لو نشرحها للمشاهدين وشنو فضلها. ميزه الصيام انه معنا في سائر العام. لأن الله يبي أجرنا، لأن الصيام من العبادات اللي أجرها ما حد يعرفه عند رب العالمين حسب إخلاص العبد فيه. لذلك جاء في حديث أبي هريرة عن الصيام قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهني خاصية للصيام عن غيره من العبادات. فالإنسان إذا صام هذا الشهر واجتهد فيه يجد هذا الأجر. فإحنا قلنا الإنسان يحرص على صيام الست من شوال، بعضهم يحرص أن تكون مع الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها حتى يكتسب الأجرين معا. نعم. وهذه فرصة في التعامل مع رب العالمين. بس عيد لي اللي قلت لي. يعني أنت حين لما تصوم الاثنين، أنا قصدي أنه يعني صيام غير نوافل. شنو فضلها؟ جزاك الله خير. الصيام عندنا مثلا عندك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهذه جاءت مجتمعة في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها قال: صوم يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا صيامها. صيام الاثنين والخميس إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهني نحب نذكر الناس بأن صيام الاثنين آكد من صيام الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه وأنزل علي فيه. فهذا يميز الاثنين عن الخميس، فهو آكد وآجر. وعندنا أيضا صيام الأيام البيض اللي هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث آخر لعبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني يعدل، أو قال: كصوم الدهر. يعني هني صوم الشهر، في كل شهر أنت بتصوم ثلاثة أيام، بتصوم الشهر كله لأنه في 30، ويعدل صيام الدهر اللي هي السنة لأنه في كل شهر في أيام محددة من هالثلاثة أيام. ورد في حديث أبو داود وغيره قال: إذا صمتم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصوموا الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. هذا في حديث، يعني إنها أفضل وردت. لكن إذا صام الإنسان غيرها ما عليه شيء، يعني يقدر يصوم في أول الشهر آخر الشهر وسط الشهر مجتمعة متفرقة كلها واحد، يعني كلها جائز وكلها وارد. بس الأيام اللي فيه البيض ميزتها إن فيها فائدة علمية، إن الأيام في الأيام البيض إيه اللي هي فائدتها إن تعامدها مع القمر في هالوقت اللي 13 وال 14 وال 15 أي هذه يكون في لحظة فوران الدم وتعامده مع جاذبية القمر. نعم. فينفع الإنسان ويطرح السموم من جسده. نعم. لأن الصيام يطرح السموم اللي في الجسد، يعني صيام رمضان يطرح سموم سنة كاملة من الجسم. نعم. لأن الدهون اللي في الكبد، الدهون الكبد السكرية تتكسر داخل الجسم إذا ما أكل الإنسان، إذا صام
فتبدأ تمتص من الداخل، تطلع دهون بروتينات وغيرها من داخل الجسد تغذي الجسم. صوموا تصحوا. هي مقولة ومش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مقولة لكنها في محلها. نعم. لأن الصيام السنة، صيام شهر رمضان يخرج كل السموم اللي في الجسد يطرحها، سموم عشرة أشهر، عشان كذا نصوم ستة أيام عشان تطرح باقي السموم، فالسنة كلها جسمك صحيح. الأيام البيضة الثلاثة إذا صمتها تطرح سموم الشهر كله، لأن المخزون السكري يبدأ يتحرك فيذيب طبقات الدهن تحت الجلد وهذه فيها سموم، فتمشي مع الدم وتخرج من الجسد، فيحس الناس تحس بدوخة بتعب في بداية أول يومين ثلاثة لأنها تخرج مع الدم تتحرك ثم يطرحها الجسم خارج. شيخ عايش قبل أن تنتقل حق موضوع ثاني يعني، بس في هذا الموضوع يعني جاء في بالي سؤال، الثلاث أيام هذه اللي 13 و14 و15 هل هي تختلف عن الاثنين والخميس؟ يعني أنا بصوم في الشهر اثنين وخميس ولا 13 14 15، فكم يوم بيصير عندي في الشهر انا اصومه من النوافل يعني، ولا انا اوزع وقتي بين لا لا، ان زدت فخير، كل ما زدت كان اجرك اكبر، اذا صادفت الثلاث ايام البيض هذا خير، وان كانت مش في هالوقت تقدر تصومها وتقدر لانها سنه. نعم. يعني ان سويتها لك اجر كبير عند رب العالمين، وان ما سويتها طبعا ما عليك شيء لكن خسرت اجرها. نعم. واللي يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينال شفاعته يوم القيامه. الله يجعلنا ويجد شعر. الأجر إن جهله وإن علمه، لأن في أجر ديني وروحاني وفي أجر فائدة صحية أيضا نحن نجهلها. نعم. الشيخ عايش، طبعا في الكثير من الناس مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أنه يركز على شهر رمضان ويقوم بالتعبد والتهجد والصدقات ويعني يسوي المطلوب منه يمكن وزيادة خلال الشهر الفضيل، واللي يمكن البعض أطلق عليهم اسم الرمضانيين أو الرمضانيون. بعد الشهر الفضيل للأسف يمكن ينقطع عن العبادات، فودنا أعرف الجزاء أو العقوبة اللي إذا في جزاء أو عقوبة على مثل هؤلاء الناس. لا، هو شرعا ما عليه عقوبة من رب العالمين إلا إذا ترك الفرائض. أما نحن نقصد اللي بعضهم يترك الفرائض، ما هذه مصيبة، هذا يأثم عند رب العالمين. في بعض الأحاديث إذا ترك الصلاة أصلا بالكلية مع الخلاف في تركها جحودا أو فسوقا قالوا كفر، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذه من أكبر المصائب، أنت قطعت الحبل الذي يصلك برب العالمين سبحانه وتعالى، شلون تتواصل معه؟ يرجع في رمضان الجاي، هل يضمن أنه يعيش لين رمضان الجاي؟ ما تضمن، هي أيام محسوبة، أنفاس محسوبة، شلون تضمن أنه بتعيش لين رمضان الجاي؟ أنت خلاص قطعت العمل بينك وبين ربك، فخسرت كل شيء. الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني بعد الجهد والتعب كله ضيعت الأجر وضيعت العمل كله، ليش؟ احرص ولو على القليل، لا تترك، وليش تتركها أصلا؟ احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى موجود دائما مش بس في رمضان، فلا تكون من الرمضانيين، بل كن عبدا لله سبحانه وتعالى في سائر العام، بل وفي سائر حياتك إلى أن تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليش احنا من ينتهي رمضان نرجع للهو وللغفلة و نرجع في الابتعاد عن العبادة وعن ذا؟ بالعكس، فيها روحانية، فيها لذة، فيها تواصل مع الله. صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، يعني إذا الإيمان له طعم، له حلاوة، كلما ازددت في الطاعة في العبادة في أعمال الخير تشعر بالحلاوة، تشعر بالاطمئنان، تشعر بالسكينة في قلبك، بل وتشعر إيش؟ بزيادة القرب من رب العالمين. فليش يقطع هالخير كله عني؟ أنا ما أكون رمضاني، أنا عبد لله تعالى في سائر أوقاتي، في سائر أيامي، حتى في وقت فراغي في المباح. بعض الناس يفهم أن المباح أو الأشياء اللي يسويها العادية غير العبادة ما لها أجر فيها، وهذا مفهوم خاطئ. حتى وانت تجلس مع زوجتك، مع عيالك، مع تتمشى، احتسبها لله، وانت راقد احتسبها لله. يعني شوف، معاذ وأبو موسى الأشعري كانوا رايحين اليمن، الرسول بعثهم يعلمون الناس أهل اليمن الدين، ففي الطريق معاذ وابو موسى يسولفون، معاذ يبي يعلم ابو موسى، قال له كيف انت والعباده؟ يعني شو تسوي؟ شلون تعبد الله في سائر اليوم؟ قال لا اترك القران الا فواق الناقه، يعني الوقت اللي يحلبون فيه الناقه. كم تاخذ من الوقت؟ 10 دقائق مثلا؟ تقريبا. هذا اللي يتركه. اذا ما كانت قموص 10 دقائق. اذا هذا قموص القاموس اللي هي يعني هذا يعرفونه البدو، ما في كلام. زين؟ فهو يبي يعلمه، قال له ليس هكذا يا أبا موسى، يعني مش كذا العبادة. فقال فكيف؟ ومعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قبل العلماء برمية حجر يوم القيامة، وفي رواية قالوا يأتي بعد الأنبياء ومع الصحابة برمية حجر، لأن عنده العلم.
فقال أما أنا، يعني اللي لازم كلنا نكون عليه، قال أما أنا فأحتسب طعمتي وشربتي ونومتي وقومتي وحركتي لله تعالى. يعني أي عمل تسويه احتسب فيه الأجر. يعني إحنا ما نقول يا جماعة المطاوع كلها قرآن كلها صلاة كلها يبكون، هذا مفهوم خاطئ، هذا أصلا غلط. المسلم حث أن الإنسان يكون منتج، ينفع للناس، ينفع نفسه، ينفع مجتمعه. يعني في أعلم من الإمام أحمد بن حنبل في زمانه؟ ما كان في أعلم منه. فالإمام أحمد مرة كان رفيجه اسمه بشر الحافي، وبشر الحافي كان أعبد أهل زمانه، يعني ما يطلع من المسجد، كله في المسجد. ففي يوم الناس جاية تحضر درس الإمام أحمد، وطبعا درس الإمام أحمد يحضره ألف ألف. ففي هذا اليوم تأخر عن الدرس، ما راح المسجد، تأخر والناس قاعدة. فجاء بشر يطرق الباب يبي يقول له تعال الناس تنطرك يعني في الدرس. ألف ألف، مئة ألف ولا مليون؟ أحسب بعد، أنت ضرب ألف في ألف كم صفر؟ مليون أعتقد. زين، فلما طرق الباب وجده قاعد في صحن الدار، يعني في الحوش مثل ما احنا نقول، وحاط ولده في حضنه ويطعمه كسرة خبز وقد بال على ثوبه. فقال أنت إمام الدنيا وقاعد تطعم ولدك في حضنك ويبول عليك، وأنا ما أترك المسجد أبدا، يعني كله في المسجد، أصلي ما أخرج إلا لقضاء الحاجة. فقال عشان يعلمنا احنا، قال اعلم يا بشر ان لق كسره خبز اطعمها لولدي وهو يبول علي في حجري خير من عبادتك في مسجدك عاما كاملا. هاي يدلك على اشياء، يدل على شنو؟ ان في الواحد ما ينسى دور الاجتماعي ودور الانساني والابوي، وبالعكس الاسلام يحث عليها. نعم. وهذا اجر، لان فعل متعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى لقمه تضعها في زوجك شنو؟ صدقه، واجر تجدها. فلازم احنا نفهم الدين عدل، لو فهمنا ديننا صح لكنا أسعد الناس واستمتعنا بأوقاتنا كلها بالمباح وبالعبادة وبغيره، ونحن في سعادة، لأن نعرف دائما الرصيد إيش؟ الحسبة شغالة، أجور شغالة دائما، فنخلص في كل أعمالنا ونبتغي بها وجهنا. نعم. والحمد لله، يعني ديننا الإسلامي دين يسر وليس دين أسر، وبالعكس يعني من يتمسك بالعبادة وبأصول وقيم ديننا يحس، يعني يشعر بالسعادة والطمأنينة، واللي نشوفها في الكثير من إخواننا اللي جزاهم الله خير متمسكين بهذا الدين، ونشوف نعم. الإيمان عندهم. نعم، في مثل ما قلت أستاذ الشيخ عايش، أن يعني حتى في المباح الإنسان يحتسب كل أعماله لله سبحانه وتعالى. بذكر القرآن، تكلمنا عن القرآن الكريم. نعم. أن يعني القرآن الكريم، في المسلم أثناء رمضان يمكن يختم القرآن أكثر من مرة، وبعد رمضان للأسف البعض يعني ممكن يهجره. فنبي إحنا فضل القرآن وقراءة القرآن والمواظبة عليه، ونصيحة للإخوان بعد رمضان. والله شوف، القرآن هو منهج حياة، قبل القراءة وقبل غيره هو منهج حياة. ليبي يعيش سعيد في هذه الدنيا يأخذ من القرآن كل شيء، لأن القرآن فيه الأحكام وفيه التوحيد وفيه القصص والأخبار، إذن هو منهج حياة كامل. لكن فضل القرآن ودستور لا يحتمل التغيير، أي طبعا إلى يوم القيامة. نعم. لكن إحنا شلون نتمسك بقرآننا، شلون نتواصل مع ربنا؟ ليبي يتواصل مع ربه إما يصلي وإما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وتكون معه الملائكة. إحنا لازم نعرف شنه فضل القرآن، شنه فائدة القراءة. أما بالنسبة لأجور القراءة فجاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من أراد أن يرفع درجته عند الله وعند الناس فليقرأ القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما مات كثير من الصحابة وجاءوا يدفنونهم، لأن كانوا يدفنون عدد منهم في قبر واحد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يقدم قارئ القرآن عليهم، إذا في غزوة إذا في أي شيء يقدم قارئ القرآن. في الصلاة عندنا من يقدم؟ قارئ القرآن. كذلك إذا كنت أبي أكون من خير الناس عند الناس وعند الله أتعلم القرآن، لأن في حديث عثمان أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك من أراد الشفاعة يوم القيامة فليقرأ القرآن، لأنه جاء في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. زين شيخ عايش، يمكن الناس في بالها أن بعد رمضان أنه لازم يقرأ القرآن نفس ما كان يقرأه في رمضان. نعم. ويمكن هذا اعتقاد خاطئ، يعني ممكن هو يقرأ كل يوم مثلا
عشان ما يكون يعني هجر القرآن. ممكن كل يوم يقرأ مثلا صفحة صفحتين، هذا شيء يسير يعني. اي طبعا لو قرأ وجهين مثلا، قرأ أربعة أوجه، لو كل صلاة قرأ وجه وجهين يختم في الشهر. لكن القراءة هي تختلف من شخص لشخص. في ناس دائما مع القرآن، يعني شوف اللي مع القرآن والله الله يحفظه دائما. يعني تخيل عندنا في المستشفى واحد في غيبوبة، وهذا شيء أنا حضرته. يعني في غيبوبة لما حضرت الوفاة، لما جاء وقت الموت من شيبان قطر، من الشيبان الطيبين البسطاء، بس حافظ للقرآن. يعني لما جينا نلقن، لأن إذا حد يتوفى نجي لقن الشهادة، يعني نذكره. ما التلقين هنا ما تقول لا قل لا إله إلا الله، لا تقول عند ذنا لا إله تذكر إلا الله، الله عنده يعني. تذكرها حتى يقول. فهذا الرجال في غيبوبة ما يقول شيء، إحنا قلنا له ما قال شيء. فجاء ولده اللي بار فيه دائما اللي معاه، مو بعيال البقايا، البقايا كانوا موجودين بس ما سووا شيء. لما هذا كان في الدوام، فلما جانا قال ابوي نطق الشهاده، قلنا له لا، والدكتور موجود حتى يقدر اي حد يساله، وتدري لما تخرج الروح يشخص البصر يتبعها. فقلنا له لا، احنا حاولنا واجد بس ما قال. قال زين تشوفه والحين، وكان على يقين. فقرا القران في اذن ابوه، قال ايات، فشفنا انه رجع الرجل يتكلم ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وهذا احنا شفناه وحضرناها، حتى ان الطبيب بكى والممرضات قالوا الاجهزه صفر، هذا شلون يذكر الله؟ فسالنا ولده ابوك كان في حياته شو يسوي؟ قال ابوي يختم دائما في اربع او خمس ليال اذا ما تعب السكر والضغط، وكان اذا جاه غيبوبه سكر او جلطه او غيره وطاح اقرا القران في اذنه يقوم قبل اوديه الطوار. سبحان الله، يجعلنا من حفظه القران ومقارئين القران. هذه خاصيه لاهل القران والمشاهدين. اي نعم، مقارئ القران ايضا كما قال ابن عباس لا يخرف ابدا، لا يوصل عمره 120 ما يخرف. وهذا انا شفته، كان عندنا رجل سوداني اصيب بجلطه في المخ، تعرفوا اللي صاب بجلطه خيط وخيط ما عاد يجمع مسكين. فهذا كان كذا يخربط في الكلام، لكن اذا قرأ القران ما يسقط حرف. سبحان الله، حافظ. فهذا نقول يا جماعه هذا فضل القران، انت تقرا كلام رب العالمين، انت مع رب العالمين وفي حفظ رب العالمين. وقارئ القران يوم القيامه يقال له اقرا وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن يرفعه يوم القيامة، بل قالوا إن القرآن يأتي ويأخذ بيد صاحبه حتى يدخله الجنة، ويقول بعد يا ربي حله يا ربي زده. وننصح الناس يحفظون عيالهم القرآن، لأن أبو الولد أو أمه يشفع لهم قارئ القرآن ويرفع درجاتهم. وصلى الله عليه وسلم قال يلبسهم الله تاجا الجمال، اللؤلؤة فيه خير من الدنيا ما فيه. نعم نعم. الشيخ عايش يعني جزاك الله خير إياكم على هالكلام الجميل والمؤثر، خاصة القصص اللي ذكرتها. نعم. يعني أمانة أنا متأكد أنها أثرت في مشاهدينا وأثرت فينا شخصيا، وحنا وزانك يعني. في نهاية هذه الفقرة، بما أن الوقت داهمنا، ودنا إذا عندك مثلا نصيحة معينة لمشاهدينا اللي ما زالوا في الإجازة وخارج البلاد، يعني أكيد متواجدين في الكثير من الدول سواء في أوروبا أو في آسيا، إذا عندك نصيحة مثلا ودك توجهها في كيفية المحافظة مثلا على الصلاة اليومية وطريقة القصر والجمع في يعني باختصار. والله شوف، الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، اللي يضيعها ضاع وخسر، ومن حافظ عليها هو الرابح والفائز يوم القيامة. لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وش هو؟ صلاته. فسواء كنت في أوروبا، كنت في قطر، كنت في أمريكا، في أوقات للصلاة. نعم. خذ مواقيت الصلاة، مثل الحين اللي سافر ما يسأل عن الفنادق والتذاكر وغيره والأماكن السياحية، اسأل عن عبادتك قبل، فهي الأولى وهي التي ستسأل عنها يوم القيامة. فعندك توقيت للصلاة، احرص على الصلاة. عندك القصر، عندك الجمع، عندك إذا أنت مسافر لك عندك القصر والجمع أربعة أيام، بعدها لا تبدأ تصلي صلاتك كاملة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. أنت مسافر في السفر تقصر، لكن أيام لو ثلاثة أيام الشيء. لا أربعة. نعم. أنت مسافر في الطريق تقصر وتجمع، إذا استقريت في بلد لا، الأفضل تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. تقصرها نعم، لكن تصليها في وقتها ما تجمع. نعم. هذا نعم. الأفضل. ونحرص دائما على الصلاة وعلى العبادة في رمضان، نقول يا جماعة وغير رمضان، فوالله الله موجود أبدا ومطلع علينا أبدا، وسيجزينا بما فعلنا في هذه الدنيا في الآخرة. فكونوا من أهل العبادة ومن أهل الصلاة، ولا تكونوا من الرمضانيين. الله يجزاك خير الشيخ الداعية الإسلامي عايش القحطاني. نشكر لك حضورك وتقديم هذه المعلومات والمواعظ اللي إن شاء الله أنها تكون في ميزان حسناتك بإذن الله. الله يرحم والديك ومزاكم الله خير على هالاستضافة وعلى هالثقة. شاكرين لك وواجب أخونا الشيخ عايش. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل بنتذكر مع بعض أبرز الفعاليات اللي كانت في عيد الفطر السعيد.
مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، وما زلنا متواصلين معاكم في تقديم فقراتنا من برنامجكم ترحيب. حياكم الله مشاهدينا في اول ايام عيد الفطر المبارك. اشعت سماء الدوحه بعروض ضوئيه والعاب ناريه لترسم لوحات مضيئه انطلقت من كتارة. نشاهد هذه اللقطات ضمن هذا التقرير. خالد، شفنا هذه الأجواء الجميلة اللي كانت في أيام عيد الفطر السعيد، وأكثر منظر عجبني يمكن انعكاس الألعاب النارية على بحرنا في قطر وخاصة في كتارة. وأعتقد البحر بعد له مكانة خاصة لك عندك يا خالد، بما أنك من الناس اللي يهوون الغوص، وما شاء الله ما في مكان في العالم ما رحت له غوص. لا، ما في مكان في العالم، رحنا أماكن وايد، لكن يعني الغوص يمكن هواية. زي وين أحسن مكان غصت فيه غير جزر القمر؟ كنت بقول لك جزر القمر. من افضل الاماكن فعلا جزر القمر. نعم، مكان حلو، افضل من استراليا ومن مالديف. لا، المالديف ما رحت لها، ولكن تايلاند حلوه واستراليا حلوه، وهي الهوايه دائما يعني تخليك انت تجتهد وتتعب عشان تروح الاماكن. نعم، لانك انت هاوي هذه. زين، انصحك بمكان ترى مو بعيد قريب، وانصحك تغوص فيه. وين؟ في البحر الاحمر. نعم، الاحمر، وتشوف المرجان الاحمر هناك، خاصه اذا بتروح شرم ولا ينبع. رحت طبعا، رحت الغوص، واماكن جميله تستاهل ان شاء الله. نروح مكان ثاني الحين. وين بنروح يا خالد؟ بنروح باجواء من الفرح والبهجه، استمتع الاطفال خلال ايام العيد بقريه وناسه الترفيهيه. نشوف هذا التقرير اللي يرصد لنا اجواء الفرح في ارض المعارض ومدينه وناسه. وناسة نيب اليهال الصغار يستنسون ويفرحون، يلعبون بالألعاب سواء كبيرة أو كانت صغيرة، المهم يستنسون ويأخذون جائزتهم لأنهم صام رمضان. حديقة والله حلوة ومتميزة، وأنصحكم تزورونها. اليهال يستنسون، وأحب أبارك لكم بالعيد المبارك، أتكم مبارك وعساكم من العيدين والفايزين إن شاء الله. والله صراحة مدينة وناسة العيال استانسوا، وأنا أشوف ما شاء الله في أطفال كتار جو المدينة، وما شاء الله عليهم الكل مستانس وفرحان، ونتمنى شوي يعني أنهم يطولون المدة مثلا إذا كانت عندهم لين بداية المدارس، والأسعار بعد مناسبة. لا ما شاء الله السنة التنظيم كان حلو جدا. اخواني والاهل وشي، ولان الفعاليه حلوه وان شاء الله كل سنه طول العام نسويها.
وأنا جيت ألعب مع 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 أهلي. أدعو كل الأطفال يجوا، والألعاب حلوة وتخوف، لكن في وايد ألعاب تخوف لكنها حلوة. الله يحفظ كل عيالنا يا خالد، خاصة البنيات اللي طلعوا في الأخير عفرة ووضحة. حفظهم. أعتقد تعرفهم أنتم من نعم. بناتكم. من بناتنا نعم. بعد انتهاء شهر رمضان المبارك انطلق معظم القطريين لقضاء إجازة الصيف. ما هي النشاطات اللي يقوم بها الشباب وكيف كانت إجازاتهم؟ نكتشف كل هذا في هذا التقرير. لاند مارك توزيع البروشيرات وهالاشياء، فتوست انا مصور، اصور الاشياء المناسبه تبع هيئه عام السياحه. والله الحمد لله مشان الصيفيه عندنا نروح مثل الجماعات، ومرات نطلع مع الشباب من الجماعات. الحمد لله يعني الحمد لله الدوله وفرت لنا في كل شيء عندنا. والله الصيف عندي بالمختصر يعني سفر، تعرف شلون يعني النظام دول الخليج، يعني نفس المكان ما طلعنا. عندك نقضي وقتنا حق مثلا كوره، مثلا ننزل من الكوره، عندنا الاستراحات، عندنا نروح استراحه غاريه. طبعا في المجمعات لابد يعني تتعرف شلون تختصر لك كل الاماكن، من مطاعم، من كوفيهات، من تسوق، من اللي تتمناه، يعني تبي تروح اي مكان موجود في المجمع. كنا في لاجو، رحنا اللاند اللي هو حاليا فيه، كتاره طبعا واللولا ولاجونا، بس ما في الا هالاماكن اللي احنا نبي يعني طراريد، نروح البحر، جيت سكي، هاي الامور لازم يعني القطر يعرفونها كلهم يعني. والله في الصيف انا متابع فعاليات الريان اللي تصير في سوق واقف حاليا، وعندي طلعات مع البحر مع الشباب، خميس جمعه ننزل بحر ما نرد، يعني بكل فعاليات تصير في مجمع نحضرها ونشوف. الحمد لله ان الدوحه وفرت لنا كل فعاليات اللي نبيها من الجلسات الخليجيه والعروض اللي تصير في المجمعات، الحمد لله يعني. مشاهدينا، مواضيع المائية متنوعة نتابعها، لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا متواصلين معكم. تعمل قطر حاليا على تطوير برنامج الطرق السريعة على مستوى الدولة، وذلك بهدف إعادة هيكلة البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل. تفاصيل أكثر نبقى من خلالها مع هذا التقرير اللي بيسلط الضوء على أهم هذه المشاريع الحيوية. تمثل شبكة الطرق عصب التنمية في أي دولة وشريان الاقتصاد فيها، ولذلك يحتل برنامج الطرق مكانة مهمة في محور البنية التحتية في استراتيجية رؤية قطر 2030. وتركز مشاريع عصرنة شبكة الطرق في الدولة على إنشاء العديد من الطرق السريعة لتسهيل التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الضغط على الطرق الداخلية. ويستحوذ برنامج الطرق السريعة على نصف المخصصات المالية لمحور البنية التحتية، أي ما يقارب 45 مليار ريال، تتوزع على 31 مشروعاً لإنشاء شبكة طرق رئيسة سريعة بطول 900 كيلو متر تقريباً، يتخللها نحو 400 جسر ونفق.
وقد باشرت الهيئة العامة للأشغال بتنفيذ عدد من المشاريع التي يشملها برنامج الطرق السريعة، كما أرست عقود مشاريع أخرى لينطلق تنفيذها قريباً، على أن يتم استكمال جميع المشاريع أواخر عام 2017. مشاهدينا، شفنا معكم هذا التقرير، ولا أعتقد أن التقرير متميز نوعا ما في سلط الضوء على الطرق عندنا في قطر، واللي أمانة غمرتنا السعادة يوم شفنا هذه الطرق. كنا نشوفها أول في التلفزيون في بعض الدول في الخارج، والآن نشوفها على أرض الواقع في قطر في فترة أعتقد أنها وجيزة، يمكن أقل من 10 سنوات، يمكن نقدر نقول لأشغال شكرا يا أشغال، مع أن في بعض العقبات وفي بعض الأمور اللي يمكن نشفت أو نشفه وريقنا فيها في فترة من الفترات، لكن أهم شيء الشغل بشكل عام طلع بهذا الجمال وبهذه يعني السلاسة، خاصة طريق سلوى. الواحد يطلع من البيت يوصل سوق واقف في أقل من 12 دقيقة، أعتقد أن هذا إنجاز بالنسبة لي. سلوى أنا أقول بالنسبة لي طريق الشمال، نعم. بعد طريق الشمال صار يعني من أروع الطرق، ويبس هذا الرادار، ترى الرادار في طريق الشمال يخوف. أي لا، 135 تمشي أنت؟ 120 أنا. بعدين الجميل في طريق الشمال الواحد يتعرف على أسماء تراثية من ديرتنا، يعني لأول مرة يمكن نسمع بها، يمكن قرضت أو اندثرت، لكن الإخوان رجعوها مرة ثانية. نعم، يعني هي يمكن يبيلها صبر شوي. عصافر الراعي وصنع الحميدي وصنيع، نعم. وأسماء كثيرة يعني تفاجأت، خاصة حنا من سكان منطقة الجنوبية، فبعض المناطق الشمالية يمكن بعض الأسماء شوي تكون غريبة نوعا ما، واندثرت كانت فترة من فترات. نعم، فجميلة. وإحنا يعني نقول يمكن على الأشياء يبيلها صبر شوي وعمار يا قطر إن شاء الله. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، يعتبر حجم الانفاق على تكنولوجيا التعليم في قطر من الأعلى عالمياً، وذلك بهدف توفير أفضل السبل لإعداد جيل واعد وعلى قدر كبير من المعرفة تطبيقاً لرؤية قطر 2030. نشوف هذا التقرير اللي راح يوضح هذا الشيء. أظهر التقرير الدولي الصادر عن بيرسون عملاق توفير خدمات التعليم في العالم أن حجم الإنفاق على تكنولوجيا التعليم في قطر يأتي ضمن الأعلى عالمياً، وتأتي هذه القفزة العالمية لتعكس مدى الاهتمام الذي أولته الدولة بالتعليم، خصوصاً الاستثمارات الضخمة التي تبني أفضل طرق التعليم الرقمي على مختلف مستوياته، وذلك لإعداد أجيال المستقبل. يصنف التقرير تكنولوجيات التعليم ضمن 3 معايير هي فعالية طرق التعليم، وقدرتها على إحداث تغيير في نظام التعليم التقليدي، ومدى سهولة الوصول واستخدام هذه التكنولوجيا. الجدير ذكره أن قطر كانت قد أطلقت على مستوى التعليم المدرسي مشروع الحقيبة الإلكترونية، والذي بدأ تنفيذها منتصف العام الدراسي 2012-2013 في 10 مدارس مستقلة توزعت مناصفة بين مدارس البنين والبنات، إذ يهدف هذا المشروع إلى توفير جهاز كمبيوتر لكل معلم وطالب، يحتوي على مصادر تعليمية إلكترونية وتطبيقات ومحتويات تربوية تتناسب مع معايير المناهج القطرية. أكد أحد التقرير لمؤسسة إنوفيت المتخصصة في شؤون الطيران أن الخطوط الجوية القطرية قامت بزيادة عدد المقاعد التي توفرها على متن رحلاتها بنسبة 22.2%، وذلك مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. نعم، ويعكس زيادة عدد المقاعد اللي توفرها الخطوط الجوية القطرية معدلات الإقبال والزيادة في العمليات التشغيلية اللي تشهدها الناقلة خلال موسم الصيف، وكذلك حجم الرحلات الإضافية اللي بدأت الخطوط الجوية القطرية في تسييرها من بداية شهر 7 الماضي. نعم، وفقا لتلك الأرقام فإن شهر أغسطس الجاري يشهد أعلى زيادة في السعة التي توفرها الخطوط الجوية القطرية لمسافريها خلال موسم الصيف. في إطار التوجه العالمي لاستخدام البيانات الحيوية ضمن الوثائق الرسمية والتعاملات الإلكترونية، وفرت وزارة الداخلية البطاقة الذكية ذات المزايا الكبيرة.
وتساهم هذه البطاقات في تحديد هوية الأشخاص بحيث تكون هناك قاعدة بيانات وأنظمة تشغيل واحدة لجميع الاستخدامات. تفاصيل أكثر نشوفها مع بعض من خلال هذا التقرير. في الإدارة العامة لجودة مناطق شؤون الوافدين عندنا أجهزة خاصة بالتقاط البيانات الحيوية وموزعة على جميع المراكز المتواجدة في إقليم الدولة. هذه الأجهزة التقاط البيانات الحيوية مهمتها تمكين الشخص لإصدار البطاقة الذكية ذات الشريحة الإلكترونية. طبعا هذه البطاقة الذكية تمهد الشخص أن ينجز جميع معاملته لدى وزارة الداخلية إلكترونيا، سواء عن طريق الكمبيوتر من البيت أو من المكتب أو عن طريق جهاز الخدمات الذاتية المتواجد في جميع المراكز التجارية ومتواجد أيضاً لدى مراكز الدار العامة لجوازة المنافذ وشؤون الوافدين في المناطق الإقليمية. متواجد هذا الجهاز يقدر من خلاله ينجز معاملاته، وفي نفس الوقت هذه البطاقة الذكية تمكن الشخص أنه يدخل البلاد ويطلع من البلاد من خلال البوابة الإلكترونية. مجرد بس ما يمرر البطاقة يتعرف عليها الجهاز فيطلب منه بصمة الإيد ويفتح له الجهاز، يتعرف عليه ويفتح له، سواء كان دخوله إلى البلاد أو خروجه من البلاد. نعم مشاهدينا الكرام، الآن معنا زميلنا علي المالكي واللي بيعطينا أخبار وعلوم الخير، وأعتقد أنه معه علم جديد يا خالد. إن شاء الله أنه تكون دائما بمستوى العلوم اللي يعطينا إياها دائما عن الخير. حياك الله أخوي علي المالكي. الله حييك فيك، الله طول عمرك أخوي جر الله، حييك وحي أخوي خالد الجبيسي، وأيضا أحيي مشاهدينا الكرام ومحبين الفروسية. نعم يا علي، ودنا تعطينا العلوم، علوم الخيل، علوم طيبه ان شاء الله جار الله اخوي. طبعا الحمد لله رب العالمين، الانجازات متواصله طبعا بفضل طبعا شيوخنا خارج البلاد ومشاركاتهم طبعا في السباقات المهمه والدوليه ايضا في فرنسا وبريطانيا ولله الحمد. طبعا تواصلت الانجازات القطريه بمنطقه دوفيل بفرنسا، حيث تمكنت الفرس مذهلة ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني من الفوز بالمركز الأول وجائزة سباق بارنفيل بفرنسا. مبارك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. وأيضا من ناحية ثانية طبعا أيضا نبارك لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني على طبعا الانتصارات المتواصلة طبعا في هذه المضامير العشبية، وبفوز طبعا الجواد شم شون ملك سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني. نبارك طبعا ابو حمد ونقول له ان شاء الله الامان باذن الله. يستاهل هذا الانجاز بعد مشوش اعتقد يا علي. ها مشوش طبعا اللي هو في الاسابيع اللي طافت مشوش وشمشون، يعني اسماء كلها جميله وحققت انجازات. نعم، وايضا احنا ما ننسى المامون طبعا، مامون ايضا نعم. من تقريبا 3 أسابيع فاز ببطوله، طبعا عفوا من شهرين طبعا فاز ببطوله سباق رئيس دوله الامارات العربيه المتحده طبعا. نعم، وحامل لقب كحيلة كلاسيك طبعا ابو حمد ما شاء الله عليه، يعني في كاس دبي العالمي. نعم 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 بالضبط اخوي جار الله. طبعا من ناحيه ثانيه ما ننسى ايضا بكره طبعا المحك اللي طبعا الخيل او الجياده القطريه في جائزه اكس برو طبعا اللي راح تنطلق ايضا بفرنسا وتحت رايه نادي السباق والفروسيه وبرئاسه الشيخ محمد بن فالح الثاني بمضمار دوفيل ايضا بفرنسا. نتمنى التوفيق طبعا للجماعه ايضا نادي السباق الفروسيه مهتمين في هذا السباق بفرنسا. وايضا طبعا الشوط طبعا راح يكون في شوط مخصص للخيل العربيه الاصيله عمر 3 سنوات والمسافه 2000 متر. والمشاركين ننوه المشاركين مره ثانيه، طبعا امس قلنا اساميهم لكن مره ثانيه نعيد الاسامي، تي ام تندر تراك ملك ام قرن، وابهر وواشي ملك مربط الشحانيه،
ومجد العريق ملك حسن المطوي. نتمنى التوفيق طبعا لسمو الشيخ عبد الله بن خليفه وايضا سمو الشيخ محمد بن خليفه وايضا حسن المطوي بهذا السباق. طبعا بكره ان شاء الله راح يكون في هذا في المضمار العشبي، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ايضا ناخذ علومهم ان شاء الله من تراحيب ونذيع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان بكره يا علي ان شاء الله تكون متصل فينا ومعطينا العلوم الطيبه باذن الله وبانجازات ان شاء الله يا رب العالمين. نعم طبعا نبارك لشيوخنا الكرام الشيخ عبد الله بن خليفه الثاني وللشيخ جوعان بن حمد الثاني بمناسبه هذا الناموس وهذا الانجاز الكبير، وإن شاء الله بإذن الله من إنجازات كبيرة إلى إنجازات أكبر، ونقول بيض الله وجهك يا علي، وإن شاء الله نشوفك أو نسمعك وتعطينا العلوم الطيبة وتعطينا كل ما يبحث أو ما يبعث في النفس السعادة والناموس. طبعا الناموس هو أهم ما في هذه السباقات الجميلة. شكرا لك يا علي وبيض الله وجهك. إيش عندنا يا خالد الحين؟ نلقى في الرياضة ولكن في أجواء مختلفة، فالكثير لا يعرفون جيدا رياضة باراموتور تراك التي أتى بها نادي قطر للطيران منذ نحو عامين. هذه فيها نواميس بعد ولا؟ إن شاء الله فيها نواميس. إن شاء الله بإذن الله. هذه الرياضة لاقت رواجاً لدى محبي الرياضات الجوية مؤخراً، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. الرياضة ما كانت موجودة في السابق، تقريبا هذه السنة الثالثة لها. ابتدت هذه الفعاليات من ثاني يوم العيد لغاية آخر يوم في العيد. دائما كان يكون الطيران في منطقة سيرين، لكن تم نقله إلى هذه المنطقة لتقربة من الجمهور، وإن شاء الله يكون في توسع في المستقبل انتشارها بشكل أكبر. بالنسبة لخطورة الرياضة، طبعا كنت تتبع إجراءات السلامة، إن شاء الله ما راح يكون في أي خطورة. فحص الدوري للطيارة، للباراشوت، التدريب المستمر، معدات السلامة مثل الخوذة، الراديو مثلاً عشان تكون اتصال دائم مع الأرض أو مع الطيارات الأخرى. كل رياضة لها محبينها، وفي يعني مثل هالرياضات هذه الجديدة الناس يعني مش متعرفة عليها، فبدي تشوف تعرف عليها وتجربها. إذا شافت يعني ميولها تجاه هذه الرياضة ممكن تكمل عليها. رياضة حلوة جرى الله، وكان ودي إني أنا أجربها لكن ما حصلت الفرصة، ولكن بإذن الله ان بنجربها ان شاء الله في المستقبل. والله انا اعتقد ان بعد افتتح لهم مقر او مكان او مركز بالتعاون مع الاخويه او نعم في سيلين. فاعتقد في سيلين نعم. واظن اعتقد في الوعب لهم مركز او نعم. مقر في استضافه للاخ مهدي الحطاني، وهو اللي يمكن شاهدناه في بعض الصور، كان متواجد مع الاخوان يقوم بعمليه التدريب. نمسي عليه بالخير وعلى كل الاخوان، ونتمنى لهم التوفيق. بالعكس تاخذ معي الرياضه، تاخذ معي الدوره. والله باخذها معك، بس خلي شوي، خلي السهيل يطلع وناخذها في البرار. في البرار نعم. أعزائي المشاهدين، مواضيع إضافية ومتنوعة نتابعها، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا ومسهلا بكم. تراحيب المطر في تراحيب بعد انتهاء الشهر المبارك والصيام والسحور والعودة إلى نمط الحياة العادية، يعاني العديد من الأشخاص من حالة أرق أو نوم متقطع. نعم، واللي منهم أنا. يعني كنت بقول إنك منهم، فالله يعينك ويعين كل من يعني يعاني من هذه المشكلة. آمين. أسباب هذه الحالة وكيفية معالجتها نتابعها في هذا التقرير. you
انقضى شهر القرآن والعبادات، ومعه انقضت بعض الطقوس المرافقة له كاختلاف نظام الطعام عن الأيام العادية والسهر لأوقات متأخرة من الليل في الزيارات الاجتماعية والعبادات كصلاة التراويح والتهجد. إلا أن هذه الطقوس لازمتنا بعد رمضان وتركت أثراً كبيراً على حياتنا اليومية، من أهمها عدم انضباط ساعات النوم لدى الكثير منا بعدما تعود الجسم على السهر الطويل. اختلاف الساعات البيولوجية هذه يقودنا إلى اتباع بعض الخطوات التي تعيد للجسم الساعة البيولوجية لما كانت عليه قبل رمضان، مستغلين بذلك أيام الإجازة قبل البدء بالدوام والعودة للمدارس. ومن هذه الخطوات محاولة تغيير وقت النوم والاستيقاظ عدة أيام قبل بداية الدوام، تعويد الأبناء على نظام الدوام المدرسي عدة أيام قبل بدء الدراسة، التعرض للضوء الساطع عند الاستيقاظ لمدة 30 إلى 60 دقيقة، محاولة تقديم موعد النوم والاستيقاظ ساعتين كل يوم، تجنب الوجبات الثقيلة، تجنب إثارة الطفل في المساء، التقليل من الأنشطة التي تسبب الإثارة قبل موعد النوم بساعتين. يبقى القول أن محاولة تعديل نظام النوم يجب أن يتم بصورة تدريجية. مع ارتفاع درجة الحرارة وازدياد نسبة الرطوبة، يزداد احتمال التعرض لضربات الشمس أو الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بفصل الصيف. كيف يمكن أن نتجنب هذه الأمراض وما هي الاحتياطات اللازمة وغيرها من الأمور؟ نتابعها مع بعض إخوان المشاهدين في هذا التقرير. كثيراً ما ننتظر فصل الصيف لما يعنيه لنا من راحة وسفر واستجمام، لكنه أيضاً الفصل الذي يشهد انتشاراً واسعاً لأمراض مختلفة والتي تصيب الجميع وإن كانت إصابات الصغار أكثر. من أشهر تلك الأمراض التهاب اللوزتين، النزلات المعوية، التهاب الكبد الفيروسي ألف، الرمد، الإسهال الصيفي، التيفوئيد، وكذا التهاب الجلد. تعود أسباب انتشار هذه الأمراض إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ما يعطي الفرصة للجراثيم والفيروسات كي تتكاثر بسرعة، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالذباب والبعوض، بالإضافة إلى سرعة تخمر المأكولات والمشروبات. تجنباً لمثل هذه الأمراض يوصي الأطباء بجملة من النصائح، منها الحرص الشديد على حفظ الأطعمة ونظافتها بشكل جيد، التأكد من تاريخ صلاحية المعلبات والعصائر، الحرص على النظافة الشخصية، عدم التعرض المباشر للهواء البارد بعد الحرارة الشديدة، التحصين ضد الأمراض الوبائية المنتشرة في بلد السفر، عدم السباحة في الحمامات العامة والمشتركة إلا بعد استخدام القطرة المعقمة للعين. أما الغاية من هذه النصائح فهي اتباع الحكمة الشهيرة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم مشاهدينا، درهم وقاية خير من قنطار علاج. دائما الواحد خالد اللي ياخذ الاحتياط في انه يقي نفسه ويقي اسرته وعائلته من الامراض، افضل انه مثلا يعتمد على انه لو صاده شيء يروح لافضل المستشفيات، فالوقايه افضل دائما. نقول حق مشاهدينا يحاسبوا من الشمس. نعم الشمس مضره طبعا، لكن في نفس الوقت مفيده اذا الواحد حاول انه يقي نفسه من خلال بعض الكريمات اللي او بعض المواد الكيماويه اللي يستخدمها في هذا الموضوع. الحين مشاهدينا نتوقف مع تقرير يسلط الضوء على مركز تنبؤ الأرصاد الجوية الجديد وعلى أهدافه ومهامه كأحد أقسام الهيئة العامة للطيران المدني في هذا التقرير.
انطلاقا من جهود الدولة المتواصلة في مجال البيئة والأرصاد الجوية وإثر إعلان قطر رئيسا للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تكثفت الجهود من أجل تأسيس مركز التنبؤ الجديد في كلية قطر لعلوم الطيران كجزء من الرؤية الكاملة للهيئة العامة للطيران المدني، حتى أصبح المركز واقعا حقيقيا هذه السنة. يقوم المركز بشكل أساسي بتحليل المعلومات والبيانات الجوية وإعداد التنبؤات الجوية لخدمة النشاطات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية في مختلف قطاعات الدولة، ومراقبة ومتابعة الأحوال الجوية الخطرة مع إصدار التنبؤات والتحذيرات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما يقوم المركز الذي جمع نخبة من أصحاب الخبرات والاختصاص بإصدار التنبؤات وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للموانئ البحرية، والتي تفيد في اختيار المسارات الآمنة للسفن والتنبؤات بمسارات العواصف وسوء الأحوال الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. فضلاً عن ذلك، يعمل المركز على إصدار التنبؤات من أجل التنقيب ونقل البترول والغاز وإعداد الدراسات والتقارير وتقديم التوصيات والمشورات العلمية المتعلقة بتقلبات الطقس المختلفة، كما يهتم بشكل خاص بإعداد الخطة السنوية للتدريب لتأهيل موظفي القسم وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مجالات التنبؤات والتحاليل بالتنسيق مع جهة التدريب في الهيئة. مشاهدينا، في إطار الجهود الإغاثية اللي تقوم بها الدولة ومختلف الهيئات الخيرية القطرية لصالح المتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف رحمة الإنسان فضيلة عن تخصيص مبلغ 250,000 ريال بصورة عاجلة من خلال مكتبها بالسودان لإغاثة المنكوبين. نعم، وقد قام وفد من المؤسسة يوم أمس بزيارة للمناطق المتضررة بهدف الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالسكان وتحديد الاحتياجات العاجلة وإنشاء مخيم الإيواء النازحين بولاية الخرطوم. تفاصيل في هذا التقرير. تنطلق اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أولى الوفود القطرية لدعم أشقائنا في السودان بعد هذه الكارثة، كارثة الفيضانات التي يعني شردت أكثر من 100,000 من أشقائنا في السودان وقتلت العشرات حقيقة. هذا الوفد سيذهب اليوم الأربعاء عبد الله سبحانه وتعالى لتوزيع المساعدات في بعض المناطق المتأثرة ولأيضا دراسة الوضع وإمكانية إقامة مخيم مؤقت يشمل على 100 خيمة أو أكثر من ذلك في الفترة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المساعدات إنما هي دور من الدور الإنساني تقوم به مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله خدمة الإنسانية راف، واستكمال لدورها في الاستجابة لإغاثة الملهوف ونجدة المنكوب. وأشقائنا في السودان المنكوبين نكبة عظيمة حقيقة، ينبغي علينا أن نقف معهم وأن نواسيهم وأن نكون معهم يدا بيد في هذه المحنة التي يعانون فيها. يفترشون الأرض وهي ماء حقيقة وغادة ابتلت، واليوم كما سمعنا أيضا هناك العديد من الأمطار والسيول التي ستشتر معها كثيرا من الأطفال والنساء والرجال الضعفاء الذين يعانون، ولذلك هذه الوقفة أتت لأجل إخواننا الأشقاء في هذا الجانب. هدف من الزيارة هذه الإخوة في السودان هو تقديم ما يمكن من مساعدات وتقييم الوضع، أن تعرف النكبة الآن كبيرة وصعب تقييم الاحتياجات فورا، يعني الآن نذهب ونقيم، وفي احتمالية لإقامة مخيم أكبر من المخيم الموجود، يعني الآن المخيم 100 خيمة وقد تزاد يعني كمية المساعدات المقدمة من 250,000 إلى 500,000 على حسب الوضع والدراسة التي سيدرسها الإخوة، يعني من خلال تعاوننا مع مكتبنا هناك في السودان وشركائنا المحليين في جمهورية السودان.
هذه الوقفة اللمسة القطرية أتت من منظمات المجتمع المدني وكذلك أيضا أتت من القيادة الرشيدة ومنسجمة مع القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي سير جسرا جويا لأشقائنا في السودان. اليوم كانت الطائرة الثانية وممتدة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، شفنا معكم هذا التقرير اللي تحدث عن هذه المعاناة الإنسانية في إخواننا أو عند إخواننا في السودان، ونشكر أمانة مؤسسة راف، هذه المؤسسة الإنسانية والخيرية اللي دائما تتواصل مع كل الشعوب في أنحاء العالم، ونشكر القائمين عليها الشيخ ثاني بن عبد الله وأيضا الشيخ فضيلة الشيخ عايض بن دبسان القحطاني أبو عبد الرحمن، واللي أمانة يعني نشوف نشاطه دائما في الكثير من الأماكن اللي تصاب بهذه المحن، المفروض أني أنا أكون معه لكن ما الله كتب، وإن شاء الله بإذن الله نشوف نكون معه وبرفقته في المرات الجاية. طبعا المبلغ اللي ذكر أخوي خالد اللي هو 250,000 هذا فقط من مؤسسة راف، ولكن جزء بسيط يعني من مؤسسة راف، لكن فيه الكثير من المعونات من حكومة قطر ومن باقي الجمعيات الخيرية لإخواننا في السودان اللي يعانون هذه المعاناة، واللي نتمنى لهم إن شاء الله كل الخير وإنهم يعدون هذه المرحلة من هذه الأزمة اللي يعانون منها. إن شاء الله إن شاء الله أنهم يعدون هذه الأزمة، ويعني والله يشوف لهم بإذن الله إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، عام بعد عام يتزايد ولله الحمد عدد المهتدين إلى ديننا الحنيف من مختلف الجنسيات والثقافات، ومن جانبها تقوم الجهات المعنية بالعديد من النشاطات للتعريف أو لتعريف المهتدين الجدد على بعضهم البعض من أجل تعميم الخير. نادي الغرافة استضاف الحدث هذا العام، تابعوا معنا هذه التفاصيل في هذا التقرير. احنا مرتبين برنامج للاخواننا المهتدين الجدد بهاي المناسبه للاحتفال بالعيد عيد الفطر المبارك. عدد المهتدين في زياده، ونحرص ان كل المهتدين يشاركون، يعني الجدد خاصه، على اساس هاي فرصه انه يتعلم، حتى مش فقط لعب، وهاي احيانا الداعيه يعطيهم بعض النصائح ايش الاشياء اللي يسوونها في العيد والأشياء منها القبيل. يعني أغلبهم ما يعرف الآخر، في شيء مشترك ما بينهم أنهم يدرسون عن الإسلام، والمركز يعني هو اللي جمعهم مع بعض في برنامج واحد، يتعرفون على بعض، يكونون صداقات جديدة. في مسابقات ترفيهية، والجاليات الموجودة، في الجالية الإفريقية، في أيضا الجالية النيبالية والسريلانكية والفلبينية. والله الرسالة نوجهها لهم أن عيد سعيد وعيدكم مبارك. الثقافة التطوعية شهدت انتشارا كبيرا في المجتمع القطري، وترسخت في شخصية الشباب اللي لا يفوتون وما يفوتون أي مناسبة إلا ويتقدموا فيها للتطوع، وفيهم يا خالد الكثير من الزملاء اللي تعرفهم ما شاء الله عليهم، أي فرصة فيها تطوع نشوفهم متواجد وفي قلب الحدث، وهذا يعتبر يعني أعتقد أنها ثقافة جميلة وثقافة إيجابية في مجتمعنا. نعم يا جار الله، هذه الثقافة انتشرت بفضل المؤسسات الاجتماعية والحكومية اللي سعت إلى غرسها في حياة الشباب. نلغي نظرة سريعة على العمل التطوعي في دولة قطر من خلال هذا التقرير. العمل التطوعي مبدأ إنساني وقيمة أخلاقية متجذرة في المجتمع القطري، وهو جزء من ثقافة اجتماعية أصيلة
التطوع في دولة قطر قديم قدم المجتمع القطري، حيث كان يندرج تحت مفاهيم التعاون والتكافل وإغاثة الملهوف والإحسان، وهي قيم سامية يحرص المجتمع على التمسك بها التزاماً بما دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف. غير أن التطوع من الناحية الفنية والتنظيمية حديث وقد بدأ يدخل مرحلة جديدة بعدما كرست الدولة جهوداً كبيرة لتنميته وتقنينه من خلال التشريعات التي تنظمه، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لمختلف المؤسسات والهيئات. الثقافة التطوعية شهدت قفزة نوعية ووصلت اليوم إلى مراحل متقدمة، فبات التطوع جزءاً مهماً من حياة الشباب القطري الذي لا يفوته أي نشاط بيئي كان أو صحي أو فني أو غيره إلا ويتقدم فيه كمتطوع يخدم مجتمعه وبلده، حتى أصبحت هذه الثقافة راسخة في شخصية الشباب وفي أعمالهم. ويلعب التطوع اليوم أدواراً اقتصادية واجتماعية وثقافية في المجتمع، ففي الجانب الاقتصادي يساهم المتطوعون بجهودهم في المنظمات والمؤسسات الأهلية دون مقابل، ومن الناحية الثقافية والاجتماعية فإن التطوع ينمي الانتماء للوطن ويكرس قيم التكافل والعطاء والمشاركة والإحساس بالمسؤولية الجماعية. خلال شهر رمضان المبارك شهدت شاشة قناة الريان عرض العديد من البرامج المميزة واللي لاقت استحسان الجمهور. نعم، وكان البرامج الدينية حصة كبيرة على شاشتنا في الشهر الفضيل. نتوقف مع تقرير يلخص لنا أبرز هذه البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. مع قدوم شهر رمضان المبارك أطلقت قناة الريان باقة من البرامج الدينية التي تتناسب مع الشهر الفضيل، والتي ناقشت العديد من القضايا وألقت الضوء على الكثير من الموضوعات التي تعالج مختلف النواحي في الحياة اليومية للمسلم، إذ كان لكل برنامج طابعه الخاص. الحمد لله، برنامج يتناول فيه الشيخ شجر الشهواني في 5 دقائق فقط النعم التي من الله بها علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ترافقها صور ومشاهد تخدم الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالحمد لله على رحمة الله. أما درس فهو منافسة في حسن التلاوة والتجويد بين عدد من الشباب الذين رشحتهم مراكز حفظ القرآن الكريم، والتي جرت في عدد من المساجد القطرية بحضور لجنة تحكيم معتمدة مكونة من الشيخ يوسف عاشير والشيخ محمد يحيى والمقدم الشيخ معاذ القاسمي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. المدود عندنا إما حركتين للطبيعي أو للعارض أو العوض أو ما إلى ذلك، فأنت كنت تمد أكثر من ذلك. هن النساء، برنامج يتحدث من خلاله عدد من العلماء المعتمدين من وزارة الأوقاف عن فضائل أمهات المؤمنين والنساء اللواتي عاصرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لهن كبير الأثر في خلال سيرته الشريفة. من كراماتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها ودعا لها واستغفر لها. ومن خلال سحابة خير الذي يعد من الأفكار الجديدة لجهة طريقة الطرح، إذ قدمت الداعية شيخ المفتاح مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية والموضوعات الدينية بما يهم الأسرة والمجتمع. لو نظرنا إلى بناء الإسلام فأول قاعدة أساسية اللي هي الأساس هي
العقيدة اللي كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما إسلامنا وسلومنا فهو برنامج يتناول فيه الدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري التقاليد والأعراف السائدة في مجتمعنا، مبينا توافقها مع الشرع ومنبها لما يتناقض مع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحدثكم اليوم عن خلق فاضل من الأخلاق التي طبعت عاداتنا الإسلامية الأصيلة، إنه خلق النجدة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاء رمضان الدوحة في نسخته الثانية ليطرح ملفات عديدة ومتنوعة تلامس اهتمامات المشاهدين، وتضمنت فقراته المميزة تنوعا في طرح القضايا، وفتحت نافذة للتواصل المباشر عبر الهاتف مع المشاهدين. برنامج يثري كل الشباب اللي الأغلب يتابعون عندنا في السعودية. كما استضاف البرنامج نخبة من رجال الدين المعروفين على مستوى الدولة والخليج، وقدمه الشيخ أحمد البوعينين، وهو أحد رجال الدين المعروفين في قطر، ويتميز بأسلوبه الخاص في إدارة الحوارات بطريقة تجمع بين البساطة والإفادة، بحيث يربط بين مختلف القضايا الدينية بواقع الحياة المعاش. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفنا أخوي جار الله، يعني أنا أعتبر مش البرامج الدينية فقط هي من جازات قناة الريان، ولكن المشايخ اللي تم القبض عليهم في هذه البرامج مثل الدكتور إبراهيم الأنصاري وشقر شهواني والأخت الداعية شيخ المفتاح وأحمد البعينين، كلهم كوادر قطرية يعني تم إبرازها من خلال قناة الريان، وأنا أعتبر هذا شيء يحسن لقناة الريان. القاسمي ما ننساه أيضا، ويعني أمانة نفرح يعني لما نشوف شبابنا وطلبة العلم متواجدين في مثل هذه البرامج اللي يعني يفيدون ويستفيدون من خلالها. وأيضا يعني نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعم شبابنا القطري من خلال أن وظيفة الإمام والخطيب، وشفناهم متواجدين في مساجد قطر كافة أثناء أيام. اللهم الله يزيد ويبارك يا رب العالمين. وبالعكس أعتقد أنهم متأكد بأنهم مثال يحتذى به وقدوة لكل شبابنا في قطر. ونسينا أخونا فالح بن خميس الهاجري طبعا، صديق فلازم أذكر اسمه وعزيز وقالي. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من ترحيب، إن شاء الله موعدنا معكم متى يا خالد موعد؟ إن شاء الله لا يقترحاته أولا لا يقترحاته طيب. وسلسرات التواصل مع فريق عمل ترحيب، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني ترحيب@الريان.tv. نشوفكم بكرة إن شاء الله، تمسون على خير. قابلة بكرة، مقابلة في أمان الله بكرة.